مسألة ديال التعليم، هذا موضوع الذي يتم تدبيره الآن في إطار واحد اللجنة كلكم كتعرفوها، والحوار في هذه اللجنة مستمر، وفي كل مرة يتم التوصل إلى يعني مخرجات معينة يتم التوافق بشأنها يتم إخبار الرأي العام الوطني، وطبعا من خلالكم انتم رجال ونساء الصحافة لتتبع هذا الملف. فالحوار ما زال مستمرا، وإن شاء الله نطمح جميعا إلى أن نطوي، لأن التحديات هي تحديات كثيرة ومختلفة ومن مختلف المستويات. الموضوع اللي قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.